طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواري اليوم مع الأمهات، وأتمنى إنه هذا الفيديو يصل للأمهات، واللي وخصوصا الأمهات اللي لسه جديد صارت أم، ويصل أيضا للرجال ليفهموا هذه الحقيقة المؤلمة اللي بتصيب الأمهات ما بعد ما تخلف. السيدة اللي بتكون عايشة حياتها في بيت أهلها، مبسوطة، عندها أصدقاء صديقات، بتطلع بتروح بتجي، وفجأة بتتجوز وبصير في مسؤولية، وبعدين بتصير أم. وهون أنا عم بتكلم على شيء من مراقبتي للحياة. مش كل شيء بنجيبه من الكتب، ومش كل شيء بنفتح على فيديوهات باللغة الإنجليزية وبنروح بنعمل فيديوهات تشبه اللغة الإنجليزية، بس بنغيرها وبنخليها بالعربي وبنحط حديثين شريفين أو آية من القرآن عشان نعملها مناسبة لمجتمعاتنا. اللي عم بحكيه الآن هو مراقبة وإحساس كان يجيني عندما كنت أرى أمي. كنت أحس أن أمي مشتاقة لنفسها، وأعتقد اللي بسمعني الآن ممكن يلاقي ترابط. تحس أنه أنت بعد ما صرتي أم، بعد فترة معينة بتحس المرأة أنه مشتاقة لحالها. يا ترى بيجيك تساؤل أنه أنت لسه بتعرفي تحكي مع الناس؟ لسه عندك مواضيع ممكن تفتحيها مع ناس ما عندهمش ولاد؟ لسه عندك القدرة انك تختلطي في المجتمع وتحسي انه عندك مواضيع غير حفظت ولبست وارتفعت حرارته ونزلت حرارته وديناه على المدرسة ودرسناه رياضيات وما جابش علامة وكل الكلام اللي له علاقة بالأولاد؟ المشكلة في الأمهات انه الغريزة تغلب المنطق لدرجة انه هي بتعطي كل الفترة أو حياتها إلى الأمومة، وتنتظر أن أولادها أو بناتها يكبروا عشان تبدأ تصادقهم ويصيروا أصحابها وأصدقائها. لكن في هذه الفترة 15-16 سنة من الانتظار والتركيز فقط على التربية وهموم الأولاد، يحصل جاب كبير. وبالتالي عندما حتى تقترب من بناتها وأولادها بيكونوا بدأوا هم سن مراهقة، وصار عندهم معلومات غايبة عن الأم نفسها. ولما تفكر يعني أنها تفتري، الأم تفتري ويعني تهتم بحالها، بتلاقيها يعني ماسكة على واتساب ولا جروب ولا طالعة مشوار مع سيدات، أو بس تعال تطلع على الكلام. منلف ومندور ومنرجع لنفس النقطة، تركيز تام على الأولاد وهمومهم. لذلك أنا بدي أعطي نصيحة لكل أم حاسة حالها إنها مشتاقة لنفسها. الكلام اللي بحكيه يمكن ما يفهموهوش ناس كثير، ما رح يفهموا إلا الأمهات اللي حاسة في لحظة من اللحظات لما بتطلع على المراية بتشوف سيدة متعبة مرهقة مبسوطة فخورة بأنها أم، لكن برضو يعني ما بدنا نحط عليها الضغط، لأنه مرات عم نضغط على الأمهات إنه أنت أم، أنت أم، ما بصير تشتكي أنت أم، ما بصير تبكي أنت أم، ما بصير تتعبي أنت أم، بصيرش تاخدي إجازة أنت أم. أصبحت الأمومة وظيفة مريرة، متعبة، مرهقة، مشقية. فهل هذا الكلام معناه أنه أنا عم بحكي أنه لا، لازم الأم تستهتر في دورها كأم وتهتم بحالها؟ يعني أعتقد جمهوري صار يعرفني كثير منيح وبيعرف أنه نحن أرقى من هذا الكلام، وأرقى من مواضيع حبي ذاتك وحبي على ذاتك، يعني إحنا بنتكلم في كلام واقعي. مش غلط نقعد ونراجع، وأعطيكم شوية نصائح عسى إنها تنفعكم بإذن الله تعالى. طبعا أول شغلة بدي أحكي لك إياها، لما تصيري أم انتبهي على نقطة مهمة كثير. الأمومة يسبقها مرحلة حمل، والحمل هو عبارة عن تغييرات هرمونية فسيولوجية تؤدي إلى تغييرات كبيرة جدا في هيكلية شكلك، في وزنك، في طريقة أكلك، طريقة ذهابك للحمام، كثير شغلات بتتغير، وبالتالي فيك بيصير ارتخاء في بعض العضلات وكذا. مهم كثير إنك تلعبي رياضة، ولعب الرياضة مش عشان تصيري سمبتيك الثقة بالذات لها أسباب، في شغلات، في مصادر تعطي للإنسان ثقة بذاته. إذا كنت أنت ما عم تحبي الشكل اللي بتشوفيه، مش بتقولي أنا مشتاقة لحالي، وأول كلمة بتقولي أوه زمان هذا الفستان زمان كان يجي علي قبل ما نخلف، هذا البنطلون كان يدخل علي زمان قبل ما نخلف. القضية مش قضية إن إحنا نتسابق،
قضية إنه أنت بدك ترفعي ثقتك بنفسك. الرياضة ضرورية جدا، الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة، مهم كثير الرياضة، ومهم كثير إنك تهتمي بشكلك، ومهم كثير إنك تهتمي بأكلك، ومهم كثير إنك تهتمي بوزنك، لسببين رئيسيين. السبب الأول القيادة بالقدوة، أنت أم واهتمامك بنفسك. أنا بشوف كثير أمهات حريصات على أولادهم شو يأكلوا شو يشربوا، وهي مش حريصة على أكلها وشربها. اهتمي بصحتك واهتمي بالرياضة، وحاولي أنك تحصلي دائما على جسم يعيد لك ذكريات ما كنت عليه. اوعى تحكي أنك أنت خلص صرتي أم، نفرط عاد، نفرط نفرطها مش مشكلة. وشو فيها لو كنت أم ورياضية؟ وشو يعني إذا كنت أم وإنسانة مهتمة جدا بأكلك وشربك؟ شو المشكلة؟ حتروحي النار؟ حنروح النار. بالعكس، اهتمامنا بصحتنا هي أمانة، صحتك أمانة، صحتك أمانة. وتأكدي تماما أنه اهتمامك بصحتك بينعكس على أولادك وعلى بناتك، وبيكون أفضل شيء أهديتيهم إياه أن يتعلموا هذا الموضوع. ثانيا الاطلاع. أنت اليوم صار كلامك وحوارك كله على الأولاد، وجبته اليوم مبارح ما نمش ومبارح ما نيمنيش وقاعد يعيط وبيبكي ومغوص وديناه على المستشفى وكذا، وبدي اخذ دورات وتربيه وما تربيه. لكن قبل كل هالموضوع انت وين؟ لا تخلي هاي الفتره تاخذك. اولادك ما راح يضلوا اولادك صغار مدى الحياه، راح يكبروا، راح يصير عمره 15 16، حيطلع لهم مشاكل إلها علاقه بطبيعه التطور البشري اللي عم تصير. انت لا تنقطعي عن التطور كانسانه، انك تتعلمي لذاتك، انك تطوري في ذاتك، انك تعلمي اشياء، مش بس الاشياء اللي بدك تطبقيها على اولادك، تتعلمي اشياء تخلي اولادك يتطلعوا عليك فوق، يشوفوك انسانه قارئه مطلعه مثقفه، مش بس ماما الدرويش المسكينه الغلبانه اللي بابا بيصرخ وهي بتحضننا، واللي بابا بيجي بده يبهدلنا فهي بدنا كمان الام القويه، بس مش القويه بالصراخ، ولا القويه بال قتلتوني ذبحتوني هلكتوني، ولا القوية بالشباشب الطائرة. الشباشب الطائرة معروفة طبعا، وهذه من يعني مواهب الغريزية أنا بعتبرها، إنه ما في أم إلا تولد ومعها القدرة على الرماية يعني. لكن في النهاية في شيء أهم وأكبر، حلو الإنسان يكون عنده أم. أنا كنت دائما أقول أمي معها ثانوية عامة، لكن أنا لفيت ودرت ورحت وجيت، اللي تعلمته من أمي أهم من كل اللي تعلمته من كل الجامعات، من كل الأماكن، من كل الدورات، من كل الاستشارات. كانت أمي مدرسة، لكن مش مدرسة بأنها أمي، مدرسة باطلاعها بقراءتها. وكانت نقاشاتنا مش نقاشات بس كيف تربيني، نقاشات مفتوحة، نتكلم على طه حسين، المنفلوطي، العبرات، النظرات، جبران خليل جبران. اقرأي اطلعي، وخلي عندك حوارات تفتحيها مع الناس، مش بس تفتحي حوارات والله مبارح أكلناهم وبكرة بدي أعمل محشي وما نزلتش اللحمة ومش عارف إيش والله ليش. مش هاي هي الحياة. الحياة مش إنه نقضيها بس في البيسكس، في شغلات بيسموها البيسك نيدز، الاحتياجات الرئيسية، آكل أشرب، في شغلات تانية بتخلي في نوع من أنواع التطور والنمو. فحاولي إنك تطلعي، هذه النصيحة الثانية. النصيحة الثالثة عكس النصيحة الأولى الثانية، ارحمي عقلك. في أمهات نازلين من كورس لكورس ومن دورة لدورة ومن كتاب لكتاب، لا تتعاملي مع العلم على أنك رايحة على مول ومعاك مصاري ربحان اللوتو، معاك مليونين دولار وبس قاعدة بتعبي بهالسلة. ناس كثير عم تاخذ وتتعلم وتدخل دروس وما بتطبق شيء. خذي الشيء اللي قابل للتطبيق، لا تكثري مصادر معلوماتك. العقل غير مؤهل أن يستلم كمية كبيرة من المعلومات. ولعلمكم less is more، يعني بالعربي لما أنا أتعامل مع كمية كبيرة من العلم اللي بصير إنه بصير معي حالة شلل، فبالتالي بصير كأني ما تعلمت شيء. وأسمع هذا الدكتور فلان حكى على السوشيال ميديا إنه الأولاد لازم، وأسمع من مش عارف وقال لك كذا وكذا. حددي مصادرك وما تنوعيها عشان ما توصل إلى مرحلة إنك أحسن وحدة بتحكي وأقل وحدة بتفعل. أحسن وحدة بتحكي بس أقل وحدة بتفعل، وهذا اللي بالنهاية رح ياخدك إلى طريق طب تعال نروح الطاقة ونقعد وننظف الشكرات وننظف العمرات وننظف القمرات.
أنا مش ضد هالموضوع، برجع بحكي مرة تانية، موقفي واضح، أنا لا أتهم ولا أمد إصبعي على أي إنسان وأقول هذا علم وهذا مش علم وهذا، أنا ماليش علاقة في هالموضوع. كل واحد حر ياخذ من أكبر قدر ممكن، الناس خلقنا لنتدافع. لكن في النهاية في عندي قاعدة رئيسية، إنه البركة في الحركة، وأي علم أو معلومة بتعلمني إني ما أتحرك وإني فقط أجلس أستقبل عشان أعمل ما يسمى بالسيطرة، يا جماعة أنا والله ما أنا مسيطر، اسمعوني هيني أنا بحكي لكم، أنا الدكتور حسن والله ما أنا مسيطر على شيء، أقسم بالله ما أنا مسيطر على شيء، والله نحن كلياتنا ماشيين بعفو الرحمن، نحن بنتعلم عشان بعد ما نفقد السيطرة نقول يا رب، ونستخدم هالعلم اللي تعلمناه عشان نرجع مرة تانية نمشي على الطريق، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. بنقولها في كل صلاة، في كل ركعة. لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم، دعوة مستمرة غير منتهية. فإنه تيجي تسمعي وتقولي آه والله الدكتور حسن هو اللي عنده الأب اللي، هذا كلام فاضي، ولا غيري ولا غيراتي. الدنيا ستتغير وتتغير وتتبدل، وكل إنسان له مقاس، مقاسي غير مقاسك غير مقاسه، كل إنسان يجب أن يبحث على مصادر مختلفة، وفي النهاية يجد طبعا الثوابت ثوابت، الثوابت ثوابت، لكن أنا أتكلم إنه مرات بتكون الكماليات بتصير تضرب في الثوابت تبعتنا، وهون هي المشكلة. بمعنى في عنا فطور وغدا وعشاء حلوين، لكن تعال اطلع على الوجبات اللي ما بين الفطور والغداء والعشاء، الشيبسي، كولا، شوكولاتة، مش ما هم هون المصيبة، ما هي هون المصيبة، هون المصيبة. وهون بعد بضطر الإنسان عادي يعمل حميات ويتوقف عن الأكل وهو، أما الإنسان المعتدل المتزن اللي عارف الثوابت وبيعرف يتحرك من خلال الثوابت لما يفيده من كماليات، يستطيع أن يشعر بالنمو. أتمنى يعني يكون كلامي مفهوم، أو يعني أكون قادر إني أوصل المعنى. النصيحة الرابعة، تقعديش تحكي مع جوزك بس بالولاد، ما تضلك كل ما يجي جوزك يدخل ما فيش عندك موضوع غير شفت الولد شو عمل اليوم، قاعد يكاغي واليوم مشي، حلو 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 هذا الكلام، بننبسط وهو في الشغل وبتقولي له آخر الأخبار. افتحي مع جوزك مواضيع تانية، وهذا الكلام كمان للزوج، افتحوا مواضيع غير الولاد. وهذا بيقودنا لموضوع تاني، الجنس، الجنس ما تذبحوش ما يعني ما يعني في عملية وأد للجنس بحجة إنه أنا أم وعندي أولاد وأنا ما مشغولة ومش عارف إيش، وجو البيت مكهرب ودائما ضجة وصراخ، وبالتالي بنيجي عاد على آخر الليل مين له نفس عاد يفتح الموضوع؟ لا أنت جسديا ولا نفسيا قادرة، ولا هو أصلا بعد كل اللي شافه من السيرك اللي موجود في البيت قادر. لا تقتلوا الجنس بين في الزواج عشان ما نجيش بعدين نشتكي ومسكته وبيحكي مع مش عارف مين وكذا، وبعدين نقول هلا بيجي هلا بيطلع واحد حجم اوه يعني انت بتبرر الخيانه اذا انا مشغوله، الله لا يوفقه، ما انا مشغوله مع اولاده. اذا انت هذا حوارك يعني تسمعنيش، لا تسمعني، سكري الفيديو. انا حواري مع الناس الواقعيين العقلانيين، احنا مش جايين ننظر، انا مش جاي انظر، انا بحكي كلام واقعي. لا نقتل العلاقة الجنسية بحكم أنه أنا خلص صرت أم وصار عنا أولاد، ونصير هذا الموضوع كل فين وفين، ويصير إله بده ترتيبات كثيرة وأخذ وعطى. وأنا هون بوجه الكلام لإلك، لأنه الرجل سهل يميل للموضوع، المرأة هي المشكلة، لأنه المرأة كثير موضوع المشاعر والتعب والإرهاق بيأثر عليها في الموضوع مش زي الرجل. فلذلك انتبهي، خلي لجوزك نصيب منك، مش بتقولي اشتكتي لحالك زمان، كوني زمان كمان، خدي مقطع هيك وكوني فيه زي زمان عشان ما تقتلوا علاقتكم. بتجوزوا بعدين بتصير اب وام، كانه خلص اذا صار اب وام يعني لا عاد هو ذكر ولا هي انثى، لا عاد هو رجل ولا هي امراه، هي الام وهو الاب، اطلع اشتغل وانت اتعبي واشقي وانت اطبخي وحشي وطعمي وحفظي وشيلي الكاكا وودي الكاكا وشيلي الزباله وجيبي الخبز، شو هالحياه؟ لا ربنا كمان يعني ربنا حلل، ما ربنا حلل الجنس بس بالزواج، ما هو العقد اللي ربنا عمله عشان الجنس يصير حلال، نروح نحن نلغي؟ ما بينفع. وهذا الكلام بدكم تشتغلوا عليه، وما بصير انه احنا نضلنا نعتبر انه هذا الموضوع ما بصير نحكي فيه، لا لا هذا الكلام لازم ينحكي فيه،
حافظوا وطوروا في علاقتكم الجنسية خصوصا بعد الخلفة، ولازم هذا الموضوع يتساعد فيه الرجل مع المرأة، سواء بتظبطي حالك يظبط حاله، تعملوا تفننوا تفننوا تفننوا، المهم انكم انتم لا تلغوا هذه المتعة، لأن الجنس بين الأزواج شفاء، وبيحرك كثير من النيورو ترانسميتر في الدماغ والهرمونات، وبيطلق الكثير من المواد اللي بتقاوم الاسترس والتعب والإرهاق، وبيضعف من قوة الشحنات السلبية اللي طالعة من وع ووي وصراخ، لأنه حلال، لأنه حلال. طبعا انا هلا زعلان على هالفيديو، لانه خساره انه جاي في رمضان ما حدش بيسمع، بس يعني ان شاء الله نسال انه هو يوصل لناسه، وربنا ان شاء الله ينفع. اخيرا وليس اخرا، خلي عندك هوايه يا امي، معلش احكي لك يا امي، انت مش امي بس يعني اعتبري انه ابنك عم بحكي معك، ابنك الصغير. خلي عندك هوايه، لا تتركي هوايه، خلي دائما عندك هوايه، وانا راح اقول لك ليش. مش عشان ان احنا هواياتنا مهمة، ما بتعرفي شو بصير، ممكن هوايتك هاي في يوم من الايام تنقذك لما اولادك يكبروا ويتركوكي. الهواية بتاخذ كثير من الطاقة والشغف، وقد تتحول هوايتك لمصدر رزق. مين ضامن؟ مين ضامن مين يموت ومين يعيش؟ وياما سيدات شريفات عفيفات بعد ما فقدوا ازواجهم تحولوا لموضوع الهواية اصبحت بالنسبة لهم مصدر رزق، فاللي كانت شاطرة بصنع الحلويات صارت تبيع حلويات أونلاين وسترت حالها وسترت أولادها. ول 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 خلي عندك هواية، بكرة أولادك راح يقولوا لك مع السلامة ماما وي ويل سي يو، وهذا راح يروح ورا هديك، وهي راح تروح ورا جوزها وأولادها، وراح تضلك قاعدة أنت وهالرجال. مش نقعد عاد إن خلي عندك هواية، والرجل نفس الشيء، بصيرش ما يكون عندنا هوايات، الهواية ضرورة. خلي هوايتك ايش ما تكون تكون، بس المهم خلي عندك هواية. هذا هو كل اللي كان حابب انه احكي للامهات. اذا حاسة انك انت بعد ما صرتي ام مشتاقة لحالك وحاسة بغربة، وين فلانة تبعت زمان، فانت مش كثير بعيدة عن فلانة تبعت زمان، انت ما زلتي تلك السيدة، تلك البنت اللي رابطة ذنبين وبتلعب في الحوش، بس انت عم تفكري غلط انه لازم تقمعيها لهي الطفلة، لانه صار عندك مسؤوليات، وانه عيب انت تفكري بهالطريقة. وانا بقول لك انت غلطانة، حتى لما بتلعبي مع اولادك بتطلعي هالبنت الصغيرة اللي موجودة جواتك، وبتكون هذا اللعب هيلينج، شفاء. لا تقتلوا الاطفال في دواخلكم، أجمل شيء في الدنيا وأجمل شيء في هالكون طفولة، حتى طفولة الحيوانات. شوف الأسد، الأسد اطلع على الأسد الصغير بيغلي قلبك عليه، مع العلم أنه أسد، لأنه في الطفولة نجد البراءة، والبراءة من أكثر الشغلات التي تقمع وتقتل عندما نكبر، بس نكبر وندخل في دوامة الحياة تقمع البراءة، لكن نحن مش لازم نقمع براءتنا اللي في داخلنا، وربنا بيعطينا أولاد عشان نطلع هالبراءة مرة تانية. يعطيكم ألف عافية وشكرا لاستماعكم، ونراكم إن شاء الله في حلقات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.